كان مشرف جدا، رفعنا بهم راسنا بزاف، وطبعا اخواتنا العرب كانوا تاهما متضامنين معنا، يعني خلاوا واحد البصمه جميله جدا، في خصوصا ان المنتخب ما شاركش هذه 20 سنه في المونديال. رجعه كانت قويه جدا، كان بينوا على واحد حب الوطن، وبينوا على يعني الاصرار، وان شاء الله كنتمنى لهم كلهم التوفيق في المنتخبات العالميه التي يلعبوا فيها، وفي المباريات القادمه اللي ان شاء الله غادي يرفعوا فيها الرايه المغربيه. اللي شفت من خلال يعني التحليل اللي قريناه كاملين في المواقع التواصل الاجتماعي، ان هناك كان ظلم في التحكيم وفي هذا الفار اللي قلتي. هما لعبوا ويعني ربما كان بعض الهفوات، يعني كانوا كيقولوا الناس كان ناقصنا هداف، ولكن اجمالا راه كان فريق قوي جدا، يكفي انه تعادل مع اسبانيا، فهذا فريق اللي هو تيحمل يعني الكأس العالم، ماشي سهل. فكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، والاشياء اللي هي داس قدامهم ان شاء الله هي يستغلوها، وهي اشياء بسيطه جدا، الا عرفوا كيفاش يستغلوها المره الجايه غادي يكونوا احسن فريق في العالم ان شاء الله. ان شاء الله لبقينا في الحياه نمشيو نحضروا معاهم، رغم انني انا تنبغي نتفرج فيهم في التلفازه مع العائله، ونشوف التفاعل ديال الجماهير اللي حاضره معاهم تماك. يعني التنقل من المغرب الى قطر ما غاديش يكون سهل، فاحنا غادي نكونوا معاهم بقلوبنا، وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.